السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلاب المرحلة الثالثة قسم اللغة الإنجليزية، وياكم الأستاذ محمد النوفلي. واليوم إن شاء الله راح أشرح لكم موضوع اللي هو 7-9، وعنوان الموضوع باللغة الإنجليزية Semantic Rules of Subject. شنو معنى هذا الكلام؟ طبعا هذا الحكي هنا عندنا مسودة، شوفوا شباب عيني طلابنا الأعزاء، شوفوا موضوعنا اللي راح نحكي به اليوم معناه بالضبط شلون نقول احنا الاعراب باللغه العربيه، شلون نقول احنا الاعراب، يعني راح نريد المعنى للفاعل بكل جمل وبكل الحالات. تعال خليني اوضح لكم شلون. يعني هسه انا مثلا انا عندي فاعل، تمام؟ الفاعل باللغه الانجليزيه يكون بدايه الجمله، هذا هو الفاعل. هذا الفاعل الى ادوار، يعني ياخذ دور معين. يعني شلون يعني ياخذ دور معين؟ خليني اوضح لكم اكثر. شوفوا هسه الفاعل الى انواع او الى معاني، احنا راح نسميه المعاني، زين؟ انا راح اسميه المعاني يعني حتى توصلكم الفكره اكثر. يعني شنو راح اعطيكم كل حاله واعرف شنو الدور اللي اخذه الفاعل. يعني قد يكون الفاعل هو المسبب، قد يكون الفاعل هو متاثر. يعني مثلا انا لو قلت على جمله علي كسر النافذه، هنا علي شنو؟ مسبب. فهيك الفكره. تعالوا خلونا ناخذ حالاته. طيب حالات الفاعل باللغه الانجليزيه هن هواي، احنا راح ناخذ طبعا اليوم بس الفاعل، محاضره اخرى راح ناخذ المفعول به، شنو حالاته، شنو الادوار اللي ممكن ياخذهن، فاحنا راح ناخذهن كلهن بهاي محاضرتنا. راح ناخذ فقط الفاعل وشنو هي الادوار اللي ممكن ان يكون بها الفاعل، وشون تجينا السؤال بالامتحان. ركز لي على العنوان اللي هو Semantic Rules of Subject، هذا هو صيغه السؤال بالامتحان. يجيب لكم جمله ويقول لكم يا بهاي الجمله شنو الدور اللي اخذه الفاعل هنا، شنو الدور اللي اخذه، يجر خط جواها يعني، ويقول لكم يا اريد الدور. ركزوا لي على Semantic Rules، يعني معناها Semantic Rules يعني الدور المعنوي، يعني بالعربي شلون نقول احنا الاعراب فاعل فعل مفعول به والاخره. خلونا نوضح اكثر. اول نوع هو الاجنتيف. الاجنتيف انا راح اسميه يعني انطيه عربي ترجمه شويه صراحه هي خاصه انا مسويها، يعني مو انا مسويها بس القصد انا منطي هذا الاسم على ما توصل الفكره. راح اسميها الفاعل المسبب، فاعل مسبب. يعني شنو مسبب؟ يعني هو اللي راح يسبب بحدوث الفعل. يعني شلون يقول جون opened the door. طبعا المعنى مهم بهذا الموضوع، اذا انت ما عندك معنى دير بالك، ركز على هذين الجمله على ما تفهمين. جون فتح الباب، هنا من هو الذي تسبب بحدوث الفعل؟ جون. انا موضوعي كله على الفاعل، اذا جون هذا الفاعل هو من تسبب بحدوث الفعل، يعني هو اللي فتح الباب. لذلك الجون لو جابني بالامتحان راح اقول عليها يعني فاعل مسبب، اجنتيف رول، يعني اخذ دور المسبب. هذا هو مثال اخر. علي بروك ذا دور، يعني علي كسر الباب. اذا علي هنا علي شنو هو المسبب؟ هو المسبب. وهنا اكو شغله، بهاي الحاله دائما يكون الفاعل، غالبا يكون الفاعل عاقل. تبول على هاي الفقره يكون الفاعل دائما عاقل. طيب زين، الشغله الاخرى اللي هو عندنا الانسترومنتال رول، هذا دائما يكون غير عاقل. خوش حكي، او دائما هو اللي راح يسبب بحدوث شيء، ولكن دائما يكون غير عاقل. يعني شوف إيه هنا عاقل، إيه هنا غير عاقل. شوف فانت شلون راح تعرف الفرق بيناتهم، هنا عاقل وهنا غير عاقل هيك. طيب مثلا the wind destroyed many houses، يعني معناها الرياح حطمت العديد من المنازل. اذا هنا الرياح غير عاقل، ويند الرياح او مو عاقل، لذلك راح اقول عليها انسترومنتال. طيب ذا كار بروك ذا وول، يعني السياره كسرت الحائط او السور ايا كان. اذا الفاعل هنا ذا كار ايش راح اقول عليه؟ راح اقول عليه انسترومنتال. طيب الفاعل احنا حكينا كله هسه علي من عن الفاعل. الفاعل ممكن يكون افكتد. شنو يعني افكتد؟ شوفوا بالافكتد يعني معناها الفاعل هو اللي راح ينهجم بيته، هيك اقول هذا الطلاب، هو اللي راح ينهجم بيته، هو اللي راح يتضرر، هيك خلينا نقول.
يعني معناها راح يقع الحدث علي، الحدث راح يقع علي. وبهاي الحالة دائما يكون الفعل انترانزيتيف، يعني فعل غير لازم، فعل لازم غير متعدي. يا معاو شو القضية حج؟ راح يكون فعل لازم، راح يكون فعل لازم. شنو يعني فعل لازم؟ فعل ما ياخذ مفعول به، يعني ما راح تلقى مفعول به بهاي الحالة. يعني شوف the bell rang loudly، يعني معناها الجرس دقة بصوت عالي. أكو اسم هنا ما عندي مفعول به، إذن بهاي الحالة ما يكون عندي مفعول به، يكون الفعل intransitive. ويكون هذا affected أسميه مثلا المفتاح the pen was lying on table. إذا لاحظ هنا القلم و the bell الجرس هذني إذا لاحظ هذني راح يكون affected. طيب ليش أستاذ محمد affected؟ شنو السبب؟ السبب لأنه هذا الفاعل هنا هو اللي يتأثر، يعني هو اللي وقع الحدث علي. القلم مرمي على الطاولة، يعني مو هو اللي تسبب بالفعل، لا هو الحدث وقع علي. الجرس دق، مو هو اللي سبب بالفعل، هو اللي وقع علي الفعل. ودائما يكون الفعل انترانزيتيف. حتى تقول لي شلون اميز بيناتهم؟ هنا يكون انترانزيتيف فيرب. ركزت على هالملاحظات ترى هي اللي راح تخليك تميز. عندنا اللوكيتيف، طبعا هنا هذا اللوكيتيف طبعا هذا اللي يسمونه بليس، مكان. اللوكيتيف او لوكيتيف هذا اللي يخص المكان، يعني شنو؟ يعني راح يكون عندي فاعل ولكن هذا الفاعل يحتوي على يعني معنى يدل على مكان. يعني the house is very big، المنزل جدا كبير. اذا لاحظ الهاوس هو مكان. ممكن اعطيك مثال اخر، اقول لك Iraq is very hot. اذا لاحظ هنا Iraq هو دولة، بلد يعني مكان. اذا طالما مكان فراح اقول عليها لوكيتيف. طيب بعدها عندنا التمبرال. التمبرال اللي هو الشيء اللي يخص الزمان، الوقت. يعني شلون؟ يعني باوع لي هسه Sunday، انا حكي كليته وين على الفاعل؟ هذا وين؟ Sunday. هذا الفاعل ايش راح اقول عليه؟ راح اقول عليه temporal. ليش temporal؟ ليش؟ شنو السبب؟ لانه يدل على وقت، لانه يدل على وقت. واخر شيء عندي الايفنتيف. الايفنتيف يحتوي على حدث. مثلا my birthday is tomorrow، يعني عيد ميلادي. الان لو اجيت على my birthday اللي هو هذا يعني يدل على event، حدث. مثلا my birthday، مثلا the holiday العطلة، اي شيء فيه حدث يدل على حدث راح اقول عليه هذا event. هاي هي الموضوع. وطبعا اكو حالة اللي هو الامتي ات. It. هاي شنو هذه الامتي ات؟ هذه الات لما نتعبر عن الطقس، لما نتعبر عن الطقس. يعني شلون؟ باوعوا هسه مثلا اني اقول الات از هوت، ات از هوت. هنا الات هاي ايش راح اقول عليها؟ راح اقول عليها امتي ات، يعني فاعل ما اعرف شو تصح له، ات الفارغ. هذا الاسم صراحه انتم تسمونه ما له علاقه، بس المهم لما يدل على وقت، لما ندل على طقس، فهنا راح نقول عليه هذا empty it. هذا راح نقول عليه empty it. هذه كليتها أدوار الفاعل. زين شباب، إن شاء الله بس ركزوا على الملاحظات اللي أنا أقول لكم عليها، اللي قلت لكم عليها. زين، وحاولوا تقرون بعد أمثلة أكثر وأكثر موجودات بتمارين الكتاب أيضا. وإن شاء الله أنا حاضر أي سؤال أو استفسار تقدرون تسألوني. هو يسألوني يقولوا الأستاذ ليش هالأيام ما تنزل لنا محاضرات؟ صراحة شوية مشغول، والسبب الآخر ما أريد أذكره بس راح أقوله لكم. ألاحظ بعض الطلاب خصوصا المرحلة الثالثة والرابعة شاف له فيلم الإنجليزي وقام يشمر بسوالفة. إذا أنا قلت محاضرة كاملة شرحتها وتعب وهذا يشوفون جهد، ولو كلمة واحدة مثل إيه هذه الكلمة locative، وهي locative، يعني انا مخربط بالنطق، انا هنا اجرمت بالعمليه التربويه. زين، شاف له فيلم انجليزي ولو انا شرحت محاضره كامله وسهوا خطات بكلمه واحده قام يشمر بسوالفه ويدعبل بسوالفه، وانت استاذ وانت ما تعرف. انا ما اتاثر بهذا الحكي، بس احكي لكم الصراحه، انا نويت ما ادرس جامعه، يعني خلاص قلت خلاص بموضوع جامعه بعد ما ادرس، يعني خليني اروح على اعدادي وذولا افضل يعني.
بس بالأخير نقول الله يعني ما راح نقدر نعوف باقي الطلاب، لازم نكمل وياهم، وهذولا طلابنا وإخوانا وزملائي، ولازم أنا ما يعني ما أعوفهم. والله أنا كصراحة كفائدة والله ما بستفاد، أكون كهم صريح يعني ماكو فائدة مادية كشخص للجامعة. طلاب الجامعة مو مثل الإعدادية، والإعدادية يدفع والجامعة ما يدفع، بس صراحة ما نقدر نعوف الطلاب، وإن شاء الله ما نقصر وياكم. أسأل الله أن يوفقكم، وأنا حاضر أي سؤال أو استفسار تقدرون تسألوني، وإذا عندك سؤال تقدر تتركه بالتعليقات، وعيوني لكم. أسأل الله أن يوفقكم، شوفكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.